هنا في هذا الملعب اللي خطف هدف التعادل في البلاس 90، بينما بالقميص الوردي والشورت الابيض سيراميكا كليوباترا الى الجانب الايسر والى يسار من يشاهدنا عبر شاشتكم المفضله اون تايم سبورتس. الكابتن محمود بسيوني يظبط اموره والكل يتاهب وينتظر صافره البدايه بصافره السيد محمود بسيوني حكم اللقاء. ثواني وننطلق سويا مشاهدينا الكرام. اذا تاتي صافره البدايه بسم الله وعلى بركه الله مشاهدينا الافاضل الكرام في كل مكان. نبدا مع حضراتكم، تقبلوا تحياتي هيثم هيبه احمد مصطفى ميدو عودو حلو الحقيقه، لعيب سريع وقوي. ادي نقله والثانيه احمد خالد لمحمد مرسي، اقتراب يسدد من مسافه بعيده لكن ترجع مره ثانيه لخالد يفوتها، ودي تسديده قويه من ناحيه اليمين لكن المره دي محمد حمدي زكي يستخدم سلاحه لدوري ابطال افريقيا. اثنين دوري الابطال 2018 2019 امام الاهلي وامام الوداد البيضاوي، مركز خامس كاس العالم للانديه بالامارات، لكن في انطلاقه لاسوان خطوره عرضيه منتهى الخطوره. محمد حمدي زكي بقى يشق الطريق ينطلق من اقصى الطرف الايسر وعرضيه حاول فيها احمد خالد بقى حاول يلطشها، لكن محمد حمدي زكي غزال يا ولد يتحرك بشكل رائع يدخل منطقه الجزاء شق الطريق. لمح احمد خالد اللي حاول يلعبها بالقاد حقيقه محمد حمدي زكي، لكن محمد ابراهيم يا سلام على الرؤيه ناحيه الشمال لعنتر خطوره وسع لنفسه مره تانية التمريره لابراهيم عرضيه وراسيه المره دي منتهى الخطوره من احمد ياسر ريان، لكن المره دي ما يركبش كورته بالشكل الكبير. احمد ياسر ريان بقى صاحب الست اهداف وكره تمر بجوار القائم الايسر للحارس عمرو حسام ولنادي اسوان عشان تذهب الكره لركله مرمى، لكن ادي السرعه في عدد النقلات. محمد ابراهيم بقى اللي خد كوره على حدود منطقه الجزاء من عنتر لعب بقى العرضيه من مره واحده، لكن احمد ياسر ريان اللاعب الحارس محمد بسام عموما يجي لها محمد مرسي قريب منه. عماد فتحي تقدم عدد كبير من اصحاب القميص الازرق. ادي مرسي يرفع ايده يا ترى متفقين على ايه، يلعب الكوره على الايمن البعيده، ادي راسيه منتهى الخطوره. هو كاستيلو في كل مره احمد فتحي كاستيلو بقى قلب الدفاع يظهر رؤوس اليافعات هنا في تشكيله نادي اسوان، لكن عرضيه ايه موزونه ومظبوطه بالمزوره والله يلعبها محمد مرسي على الايمن البعيد. يركب الكوره المره دي اللاعب محمد بسام، تلعب ركله المرمى طويله والاماميه، تدخل من اياجوا، لكن مره تانية كونستانت يضغط يلعب التمريره ناحيه الشمال لمحمد عنتر. ادي عنتر والعرضيه والخطوره جول يعملها احمد ياسر ريان من الفرصه الاولى والعرضيه الاولى المظبوطه من محمد عنتر. يلعب بقى الكره العرضيه وراسيه احمد ياسر ريان المره دي تسكن شباك الحارس عمرو حسام عشان يسجل نادي سيراميكا كليوباترا الهدف الاول مع منتصف احداث شوط المباراه الاول. في انتصاف الشوط الاول يظهر احمد ياسر ريان ويسجل الهدف الاول في لقاء اليوم، لكن بص على العرضيه والتحرك الرائع من احمد ياسر ريان بقى، لكن يا سلام يا محمد يا عنتر عرضيه ده غبطت في كتفه ولا في راسه ما شفناهاش، محتاجين بقى اللقطه من زاويه ثانيه. لا والله في كتف احمد ياسر ريان بقى يقود سيراميكا كليوباترا لتسجيل اول اهداف المباراه. زي محمد ابراهيم ركنيه من ناحيه الشمال، تقدم عدد كبير من لاعبي السيراميكا كليوباترا جوه المنطقه. ادي محمد ابراهيم يلعب العرضيه على الايمن القريب، ترد وتسديده المره دي بقى من اللاعب كونستانت وايو اللاعب الايفواري، لكن بعيده بقى يلطش على الطاير عشان تذهب لركله مرمى لصالح نادي اسوان. بنقرب من نص ساعه شاهدينا الاعزاء، ظبط العشرة ياردة وشايف اللاعب وايو كونستانت وايو، وشفنا بقى التسديدة القوية هل تتلعب بقى جوه المنطقة ولا تسديدة من مرة واحدة. ده احمد ياسر ريان تسديدة ارضية منتهى الخطورة المرة دي، لكن بقى يطير عليها بشكل رائع الحارس عمرو حسام يقراها بشكل مميز. لعب احمد ياسر ريان فيها خداع كبير، اتلعبت بجوار الحائط البشري لعلي فتحي في العمق، استلام من مرسي احلى واحلى ناحية الشمال لاحمد خالد اللي غير مكانه. ادي خالد يا ولد العيب في المساحة لعلي فتحي، الكرة العرضية والخطورة الخطورة جول
نيلسون كاموني يسجل هدف التعادل، يخطف الانجولي، يخطف الانجولي عرضية علي فتحي بقى المرة دي التمساح الاسواني يظبط الرادار، يظبط الرادار علي فتحي ورأسية الانجولي ديلسون كاموني القادم من الخلف بقى، والمرة دي براسه يلعبها على شمال محمد بسام ويسجل هدف التعادل. ادي الفرحة الاسوانية، ادي الفرحة الكم للاعب محمد مصطفى ميدو ركلة مرمى. لكن عيد يا مخرج، يا سلام يا سلام يا سلام يا ديلسون يا كموني بقى، حرك رائع يا ولد يا ولد يا ولد يا ديلسون يا كموني بقى، اللي يخطب بلغة الكرة ويسرق بلغة الكرة. المرة دي رجب نبيله يطير على الكرة، سمكة ويسجل ديلسون كموني. يطلق حكمنا الكابتن محمود باسيوني صفيرة نهاية الفصل الأول والشوط الأول بقى المثير والقوي هنا في استاد أسوان. تعادل إيجابي بين الفريقين 1-1. كان تقدم أحمد ياسر ريان في الدقيقة 23 ثم رد 45 دقيقة بوجبة كروية دسمة، والكابتن محمود باسيوني بسم الله وعلى بركة الله. إذن هنا تأتي صفيرة انطلاق أحداث شوط المباراة الثاني. سيراميكا يلعب في المساحة ناحية الشمال لمحمد عنتر، اتحرك عنتر، المهارة عنتر، العرضية والخطورة ورأسية، منتهى الخطورة. أحمد ياسر ريان بقى البرج العالي، لكن عرضيات محمد عنتر يعني منتهى الخطورة. مظبوطة الباشا عنتر يلعب والله عرضية مظبوطة، وأحمد ياسر ريان بقى الارتقاء والحور الهوائي. لكن المرة دي مركبش الكرة ومالور على ايه، ادي تسديدة لكن تخبط مرة تانية. محمد حمدي زكي يلعب العرضية جوه المنطقة، خطورة، لكن يا سلام أحمد رمضان بيكهام بقى تجد لكل خطورة أسوانية داخل منطقة جزاء نادي خالد السيد. لكن نتابع بقى هجمة خطر ليه سيراميكا من ناحية اليمين، عنتر حاول بالمهارة يا ولد العيب، يتلعب بعلي فتحي، عدى وفاد اخترق شق الطريقة، دي المهارة والعرضية. لكن بقى اسلام صلاح السد المنيع يضع قدمه ويحول الكرة لركلة ركنية لنادي سيراميكا كليوباترا، استفاقة للضيوف وركنية من الجانب الايمن. لكن ايه عنتر ادي اتلعبت الركنيه، شكري العرضيه تخبط مره تانية بقى في عماد فتحي وتتحول لركله ركنيه. لكن عنتر عدى في الكره اللي فاتت بمهاره، عنده المهاره، عدى بشطارة وبقى تلاعب بثنائي دفاع أسوان بقى، عدى من علي فتحي ثبته وكلفته وعدى بمهارة كبيرة، لكن الكرة خرجت لركنية. ركنية مرة تانية من الجانب الأيمن، المرة دي شكري بالقدم اليسرى يلعب الكرة على الأيمن القريب برأسية حمدي زكي، لكن عالية جوه المنطقة ياسر ريان والخطورة، المتابعة بقى من صلاح محمد وشايب بلال السيد، كرة متطرفة بمحازات منطقة جزاء نادي سيراميكا من ناحية اليمين، هل يستفيد تمساح الأسواني من عرضية بلال السيد؟ تركيز كبير، أدي بلال يعلق الكرة العرضية جوه المنطقة، دي رأسية حسام على حدود المنطقة وتسديده من محمد حمدي زكي، لكن فين في السماء، خدها من تحت الفوق بعيدة عن القائمين والعرضة لعبها محمد حمدي زكي بقى في مدرجات ملعب اللقاء، تسديدة قوية عرضية. لكن أياجوا تمريرة المرة دي لفهمي في مساحة حلوة ناحية الشمال، محمد حمدي زكي يلف العرضية جوه المنطقة، لكن تمر الكرة العرضية المرة دي بسلام وبأمان على دفاعات نادي سيراميكا كليوباترا وتذهب لركلة مرمى لصالح نادي سيراميكا. ادي محمد حمدي زكي ودي الكرة العرضية، لكن فين يا محمد يا حمدي؟ تلعب ركلة المرمى، ادي الجماهير ناحية اليمين لأحمد رمضان بيكهام، عرضية بالقدم اليسرى منتهى الخطورة، لكن ابعاد المرة دي بقى من محمد مصطفى ميدو، ومعاها صافرة النهاية. مشاهدينا الكرام مع اكتمال الثلاث دقايق يطلق الكابتن محمود باسيوني صافرة النهاية عشان يعلن عن التعادل الإيجابي هنا في استاد أسوان بين سيراميكا كليوباترا الضيوف ونادي أسوان صاحب الأرض.